السؤال ده من الصديق العزيز هشام سعد، يقول لو سمحت يا مستر ممكن حضرتك تشرح الفرق بين ستايلست وستايلش؟ السلام عليكم، انا حسين فوزي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ستايلش ستايلست، الفرق بينهم نشوف مع بعض. الكلمه الاولى ستايلش، دي ادجكتيف، دي صفه معناها انيق من الطراز الحديث مطابق لزي السائد، اتراكتيف ان فاشنبل واي يعني جذاب بطريقه انيقه وحديثه. ان يكون الشخص ده او الشيء ده صفه خاصه بتجعله مختلف وجذاب، بيبقى له اسلوب او ستايل معين، زي في الصوره دي عاوز اقول ملابس انيقه او ليها طراز مختلف كده، ستايلش كلوز، ستايلش كلوز، ستايلش سوت، بدله انيقه. علي is wearing a very stylish suit. علي was wearing a very stylish suit. يعني علي بيلبس بدلة أنيقة للغاية. Stylish يعني adjective صفة بصف البدلة إنها stylish. ممكن أقول a stylish woman. A stylish woman يعني امرأة أنيقة. She is very stylish. يعني هي أنيقة للغاية. يعني لها style كده في اللبس كده مختلف. How to look stylish. يعني كيف تبدو أنيقا. Stylish furniture يعني أساس أنيق. A stylish room. A stylish room. غرفة أنيقة زي في الصورة كده. A stylish restaurant. A stylish restaurant. يعني مطعم أنيق. له كده أسلوب أو طراز مختلف عن بقية المطاعم. الكلمة الثانية stylist. دي noun. اسم. لها معاني كتير. معناها مصمم تسريحات الشعر. يعتبر هي دي stylist أو hairdresser. We've been going to the same hairstylist for years. We've been going to the same hairstylist for years. يعني احنا بنذهب بنفس مصمم الشعر لسنوات طويلة. A professional stylist يعني مصفف شعر محترف. مونا was the top stylist at the salon. يعني مونا كانت المصممة الأولى في هذا الصالون. معناها مصمم أزياء. A person who designs fashionable clothes. A clothes designer زي في الصورة عندنا. بتيجي معنا كاتب أو متحدث أو خطيب متميز ببراعة الأسلوب. Someone who has carefully developed a good style of writing. Being a writer, كاتب, speaker, المتحدث. بتيجي معنا شخص صاحب أسلوب مختلف في الغناء، في الموسيقى، في الرياضة إلى آخره. A person whose job is to shape or design something in sport or music. A person who performs with style. الملخص summary stylish دي adjective صفة معناها أنيق من الطراز الحديث إلى آخره. أما stylist دي noun معناها مصمم تسريحات شعر، مصمم أزياء، كاتب، متحدث أو خطيب له أسلوب معين كده، شخص صاحب أسلوب مختلف في الغناء، في الموسيقى، في الرياضة إلى آخره. بس ده الفرق. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا اشتراك في القناة سبسكرايب وتعملوا لايك وشير عشان أكبر عدد يستفاد منه. وشكرا ليكم والسلام عليكم.